ألو، صباح الخير. التمرين هذا تمرين يعني مطلوب بسيط لتدريب الكرة العكسية باسم اللاعبين، تدوير اللاعبين على المراكز. شوف اللاعبين شلون موزعين، هذا اللاعب هذا الحقيقة ما يشارك، هذا اللاعب ما يشارك، يشاركون دول اللاعبين بالبداية، فالمدرب يلعب كرة إلى اللاعب هذا، نعطي رقم أحسن، يكون الرقم مناسب، مثل هذا اللاعب اللي بجهة اليسار 11، كي نضرب 11، ف11 يسوي دحرجة باتجاه العمق هذا، وهذا اللاعب 7، 9 أو 10 اللي يعجبك، يركض باتجاهنا، فيصير هنا داخل منطقة الجزاء تصير حركة، إنه اللاعب هذا الحائز على الكرة يترك الكرة ويبتعد عن طريق اللاعب هذا 7 اللي يهاجم الكرة، يلعبها إلى الجناح. في لحظة التقاطع هذا اللي يصير هنا، هذا اللاعب اللي خلينا نسميه رقم 3 ينطلق وين؟ ينطلق إلى الجناح حتى يحصل الكرة ويلعبها عكسية، بينما شوف 7 يتحرك هنا، 11 يتحرك هنا للعمود البعيد، و7 بعد أن لعب الكرة للجناح يتحرك للعمود القريب، ويكون 3 هنا هذا المكان، ويكون التمرين جيد وممتاز. خصوصا هذا التقاطع في هذه المنطقة مهم، هذا التقاطع من يتقاطعون واحد عنده كرة واحد ما عنده كرة، فيتبادلون الكرة. كيف يتبادلون الكرة هنا؟ هنا بلمسة بسيطة اللاعب يترك الكرة ويلف على الهدف، هذا وان تاتش يهيئ كرة خارج منطقة الجزاء للاعب هذا 3 اللي يكون توقيت ركضة عالي جدا حتى يحصل الكرة بمنطقة مناسبة بعد منطقة الجزاء، يلعب الكرة من اللمسة الأولى، يكونون ذولا هاجموا العمود البعيد والعمود القريب، ويخلصون ذول الاثنين، يطلعون هنا يجون ذول الاثنين، ذولا يرجعون مكانهم، ذولا لأن هذا عليهم العمل الكروس اللي هم 3 مثلا، أخلي 11 هنا يبادلون مراكز، أو ذولا يعني كل فترة بدل ذولا يشتغلون هنا ذولا يشتغلون هنا ذولا الأربعة يشتغلون باللي عجبك، المهم يكون هناك تبادل مراكز واللاعب يستفيدون من الكوبرهنسيف تريننج من التدريب الشامل، أو تخلي كل من مركزه it's up to you أنت اللي عجبك. لكن هاي التمارين يسمونها تمارين يعني تركز على عمل واحد وهو مهاجمة الكرة العكسية، من يبنى إلها من العمق، العمق مزود من قبل المدافعين، إذن أكو فراغ، وين الفراغ؟ على الأطراف، إذن نلعب على الأطراف من لاعبين قادمين بالخلف حتى نهاجم الهدف من الأطراف عن طريق الكرات العكسية أو الكرات القاطعة. بس السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا دكتور نصر المولى، شكرا جزيلا.